أي مبينة. السلام عليكم، رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. إحنا هون موجودين في شيكاغو في بيربانك، وإحنا هون موجودين هلا في مخبز الولاء. إحنا هون الجالية العربية دائما بندور على الخبز العربي واللحوم الحلال، وبنيجي على سوبر ماركت مثلا عربية، خصوصا أنا بيجي دائما على الولاء وبنجيب شغلات رمضان، خبز عربي، لحم، معجنات ومكسرات، وبناخذ شغلات للأولاد، بناخذ تمر وبناخذ زيتون عربي، والحمد لله يعني كل شيء موجود في السوبر ماركت الولاء. احنا بنيجي هون كثير، بنشتري المكسرات والاشياء العربي، الحمص، المناقيش، الفلافل، كل شيء هون زاكي. احنا عندنا المخللات العربية اللي هي مثل الزيتون الاخضر والزيتون بالشطة والزيتون الكالماتا، وعندنا الدراي زيتون الاخر موجود، بعدين عندنا موجود الدجاج الحلال الهول الكامل، وعندنا الزور الدجاج الحلال برضو الكاملة بدون عظم، وبعدين عندنا اللحوم. احنا عندنا اللحوم الفريش الحلال اليومي بتنذبح وبتجينا، مثل الكبد والكلاوي، وبعدين عندنا البيف حلال برضه بنقطعه يومي فريش، وعندنا النقانق العربية اللي هي زي البريكفاست ساسج بيقولوا لها، وعندنا شغلات الخرفان مثل الكتف فريش حلال 100%، وعندنا اللي هو شغلات الفخاذ الخروف الحلال الفريش يومي. اوكي، هذا الخبز يومي بنعمله فريش، الخبز العربي الكماج هايو بنحطينه مشان نعبيه عبين ما يبرد، نعبيه في الباكيتات النايلون، وبعدين عندنا المفروض نحكي له المفروض، هذا الخبز يومي الاخر بنعمله فريش. ده الخبز اللي حكينا عنه الكماج اللي بيطلع يومي فريش، هايو موجود قدامكم يوميا فريش نخبزه. هذا العجين، وهو عجين بعبروه في الفرن، كله مصنوع باليد مش بالمواكب. انا بجي لهذا المحل باخذ ملتزمات الاكل العربي مثل الفاصوليا، الفول، الخبز. Thank you.
موجود في المحل يا باشا؟ ماشي يا ريس، انا كنت عند الولاء بخلص بس حاجه كده نسيت اصورها وجاي ربع ساعه بقى عندك يا باشا. يلا سلام عليكم. اوكي. طبعا نحن بنجي لهون على المحلات العربيه لناخذ البضايع اللي مش ممكن نلاقيها ب ذا سوبر ماركت ان ايفري وير، سمثينج لايك سويت بريد اند سم كايند اوف ذا فودز لايك فلافل خبز. في شغلات يعني مش ممكن نحصلها في محلات تانية، فنجي للمحلات العربية إن كان بشيكاغو أو everywhere to find it out. بدي تعطيني سؤال هلا، ما بزبطش أعطيك الجواب بدون سؤال. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. طبعا احنا بنيجي على المحلات العربية بحكم انه جميع البضاعة هذه اللي احنا بنوفرها او بنيجي ناخذها من المحلات العربية هي بتكون مش متوفرة في المحلات الأمريكية، مثل التمر، الزيت، المخلل، الفريكة، العدس، اللي هي اللي بتكون في أرض بلادنا لكن مش موجودة في الأرض الأمريكية. فإشي طبيعي المحلات اللي بتوفرها اللي هي المحلات العربية اللي موجودة في الـ USA. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. احنا منيجي نشتري الجبنة هاي البيضة فقط من المحل الولاء عن 9. مهدي معاي شوفوني. ماشي. احنا بنيجي بنشتري من هون الخبز العربي. بناخذ من هون كل شيء، الخبز، اللحمة، كل شيء من هون ما شاء الله عليهم.